لك الدنيا بدها ذكاء وليونه، والشاطر هو اللي بيدبر اموره. الفنان السوري نزار ابو حجر اللي لطالما عرف بتصريحاته وآراءه الجريئه والمثيره للجدل، فجر ايضا ضمن لقاء قصير اجراه مؤخرا مع منصه فوشيا عدد من التصريحات حول عده مواضيع، كان اولها حول مسلسل الكندوش. فعند سؤال ابو حجر عن العمل اجاب ببساطه: ما بيهمني لا من قريب ولا من بعيد، انا كنت احد الناس اللي طلعوا منه واحتجوا عليه. ما بيهمني تابع شيء منه، لأنه كمان أنا كنت يعني أحد الناس اللي طلعوا منه واحتجوا عليه. وأما عن تجسيده للأدوار المساندة في أغلب الأحيان، أكد من جانبه أنه يرى أنه بإمكان الممثل نفسه تحويل الدور المساند إلى دور رئيسي على حد تعبيره. وحاول صحة خبر تجسيده لشخصية أبو غالب الشهيرة بعمل تلفزيوني خاص فيها، كشف أبو حجر أنه هذا الموضوع مطروح حالياً. وأما بالنسبة لواقع الوسط الفني اليوم والتغيير الكبير اللي طرأ عليه وعلى أجواء العمل فيه مقارنة بما كان عليه بالسابق، أكد أبو حجر من جانبه أنه يرى أن الوسط الفني تغير بنسبة 90%، مضيفاً 180 درجة تغير. وفي الحديث عن أعمال البيئة الشامية اللي دائماً ما كان لنزار أبو حجر حضور كبير فيها، قال من جانبه عنها: الأعمال الشامية هي اللي بتاخدني، مو أنا اللي باخدها، لأنه أنا عايش بالشام وأبني البيئة وبعمقها مو بسطحيتها. اللي بده يعمل عمل شامي ومخرج يكون حقيقي، بيقول أنا بدي هدول الناس لحتى أظهر العمل الشامي. اللي ما بيجيب ناس عندهم العمق الشامي بيكون عم يسطو على العمل الشامي وعم يعمل عمل شامي بايخ. وتعليقاً على الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل مؤخراً، وهو رفض بعض الفنانين دخول أبنائهم للوسط الفني، جاء رد الفنان أبو حجر مشابه نوعاً ما، حيث قال: رافضهم بالمطلق، هني رافضين مو أنا. وأما بالنسبة لواقع الدراما السورية اليوم وما الذي ينقصها بالتحديد، فأكد أبو حجر أنه أهم شيء بينقصها هو الهوية يلي انتزعت منها، فقال: بينقصها كل شيء، بينقصها هويتها لأنه انتزع منها هويتها. وضمن سياق آخر وبالحديث عن الجوانب الشخصية بحياة نزار أبو حجر، كشف بدوره عن وجود الكثير من الصفات الخطيرة بشخصيته، وقال: عندي كتير صفات خطيرة، كل صفاتي تندرج تحت السيئة. وفي الختام وعن سؤاله عما يعتبره غلطة عمره، فأجاب مسرعا دون أي تردد: غلطة عمري هي دخولي على الفن. منك كتيرة لأنه لسانك صار أطول منك، هات سنة البليلة.